حقيقة قضية وقصة وحياة ورسالة الإمام موسى الصدر من الصعب جدا أن تختصر بكلمات أو بدقائق، لأنه الإمام موسى الصدر يحمل من القيم والمبادئ والأهداف التي تتطلب منا ساعات بل أيام لكي نتكلم عنها، لأنه يحمل أولا البعد الإنساني برسالته الإنسانية بدفاعه عن حقوق الإنسان، يحمل رؤية وطنية بدعوته دائما إلى التقارب وإلى الحوار بين أبناء البلد الواحد وبين لبنان ومحيطه العربي والإسلامي والدولي، يحمل أبعاد لها علاقة بالإنسان كاقتصاد أو إنماء. هو أول من أطلق فكرة الإنماء المتوازن التي اعتمدت لاحقا في اتفاق الطائف، فكان السباق في هذه الفكرة. ولو أخذت هذه الفكرة على أيام الإمام المغيب موسى الصدر السيد موسى الصدر لكنا تجنبنا الكثير من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فإذا هذا البعد الاجتماعي يعني له أهمية كبيرة كان على صعيد الإمام موسى الصدر. أيضا البعد المقاوم حفاظا على حقوقنا وكرامتنا، وكان أول من أطلق هذه الفكرة، فكرة المقاومة في لبنان التي تقاطعت مع كثير من القيادات اللبنانية وليس آخرها الرئيس الشهيد رشيد كرامي، اللي كان هناك ترابط فكري بموضوع المقاومة بوجه العدو الصهيوني. طبعا لا نستطيع أن نغفل البعد الديني أيضا والتزامه الأخلاقي بهذا البعد. لذلك من الصعب جدا اختصار يعني هذه القضية وهذه الشخصية بفكرة واحدة أو بجملة واحدة. كل ما نستطيع أن نقوله، نتمنى أن تكشف الحقائق وتنتهي هذه القضية ويعود الإمام إلينا، ولكن نقول بأنه أفكاره وقيمه هي في أيادي أمينة، وكل هذا الجيل الذي تربى على هذه القيم والمبادئ حفظت هذه القيم وهذه المبادئ، وإن شاء الله نستطيع من خلال هذه الأفكار أن نعيد إلى لبنان مكانته ورونقه وعزه وحمايته وأمنه.